بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستكمل المحاضرة السابقة في موضوع اسم الخزينة، ونبدأ على بركة الله بالمحاضرة الثانية في موضوع اسم الخزينة. شباب، قبل ما نبدأ في عندي نوه لنقطة واحدة. أنا في المثال السابق لما كان في سؤال بيقول قام أصحاب الحسابات الجارية بإيداع 150,000 دينار في حساباتهم. هنا يا شباب بدنا نعرف ايش يعني حسابات جارية، وبعدين هنا الإيداع مبلغ ايش؟ نقدي. ايش يعني مبلغ نقدي؟ يعني خزينة البنك حزين. اذا هنقول 150,000 من حساب الخزينة الرئيسية إلى حساب مين؟ حسابات جارية دائمة. طب السؤال إيش هي الحسابات الجارية الدائمة؟ تعال نشوف إيش تعرف الشباب على أي حسابات الجارية. شباب، أنا إما أودع في البنك أو أسحب من البنك، سواء أودعت أو سواء سحبت، فأنا بسحب من رصيد حسابي في البنك. يعني هاي البنك أنا بودع فيه مبلغ ما، بودع فيه مثلا 150,000 نقدا، تمام. أنا وين بودع؟ أنا في البنك لي حساب اسمه حساب جاري. طب شباب، الحساب الجاري هان في دفاتر البنك بالنسبة للبنك ولا بالنسبة لي أنا؟ بالنسبة للبنك. إذا شباب بدنا ناخذ القاعدة إنه أنا في محاسبة بنوك الحديث يتم بما يخص دفاتر البنك، يعني بتكلم باسم البنك، انا المحاسب في قلب البنك، في داخل البنك، تمام كده؟ طيب انا لما اودع المبلغ هذا، طب السؤال هذا ملك الي ولا ملك للبنك؟ ملك الي. طب لما البنك اخذه مني المبلغ هذا، اصبح التزام على البنك انه في اخر اليوم بده يرجع لي المبلغ. فهذا بنسميه حسابات جارية ايش؟ دائمة، اي التزام على البنك بإرجاع المبلغ حين الطلب. اذا لو انا رحت عملت ميزانية البنك، ميزانية صغيرة هيك، وقلت هذه ميزانية البنك وما فيش ولا معاملة إلا المعاملة هذه، إيش أقول عندي؟ هاي أصول البنك عبارة عن إيش؟ نقدية في الخزينة اللي هي 150,000، وعندي خصوم أو التزامات بقديش؟ 150,000 تحت حسابات جارية دائمة. والكلام هذا هناخده في قسم أو في وحدة قسم الحسابات الجارية، بس للمعرفة إنه أنا هان أصبح الحساب الجاري دائم على البنك. فأنا في حالة الإيداع حكون إلى حساب حسابات جارية دائمة.
فهنا الرصيد الدائن هيزيد بالايداع، هيزيد بالايداع، هيزيد بايش؟ بعمليه الايداع. تمام يا كده؟ تمام. طب لو خدنا عكس المساله، مساله قلنا قام اصحاب الحسابات الجاريه بسحب مبلغ 20,000 دينار من حساباتهم. ايش هكون هنا عند المساله؟ سحب. طب هنا سحب ايش؟ طبعا هكون يعني تلقائيا نقدا، طالما ما حكاش غير حاجه ثانيه نقدا. انا بروح البنك بسحب اموال، طبعا حسبها نقدا طالما ما لم يذكر خلاف ذلك. تمام كده؟ تمام. فايش هقول هنا؟ هقول من حساب الى حساب. طب انا لما سحبت ايش اللي صار في خزينه البنك؟ ما بتكلمش عن حالي، ما بتكلمش عن شركتي، ما بتكلمش عن نفسي. انا لما سحبت انا المصاري حيزيد معي، لكن ما بنظرش الا الى نفسي، بنظر الى خزينه البنك ايش حيصير فيها؟ هتنقص. اذا الى حساب خزينه الرئيسيه، خزينة الرئيسية. طيب حسابات الجارية هذا في البنك تعفي، اللي هو التزام على البنك انه رجع المبلغ الي، يرجع المبلغ الي. سؤال ايش صار فيها؟ نقصت. فهنا حساب دائن طبيعته، دائن. لما ينقص بدي اعمل حاجه اسمها حركه مدينه، هذا موجب. لما ينقص بالسالب طبعا هناخذ عكس الطبيعي، الحساب دائن هياخذ ايش؟ حصير مدين، حركه مدينه. اذا هنقول الى من حساب حسابات جاريه دائنه، الحركه مالها؟ مدينة. المبلغ 20,000، وهذا كان هنطرق له بالتفصيل في موضوع قسم الحسابات الجارية. تمام كده؟ نرجع لموضوعنا. تمام. خلينا نكمل يا شباب. عند تمرين التاب صفحة 50 التمرين الأول بيقول لي كان رصيد الخزينة الرئيسية صباح اليوم 2,500,000 دينار، 2,500,000 دينار. وتمت العملية التالية. إيش ملاحظين هنا؟ إنه هذا رصيد، طبعا فيش لقيت رصيده، معلومة إنه أنا عندي رصيد. تمام كده؟ طيب تم تزويد الصندوق الفرعي للمدفوعات قيمة 200,000 في صباح ذلك اليوم. طبعا قلنا اتفقنا انه هذا ما فيش قيد محاسبة، ولكن في حيظهر في كشوفات. تمام؟ تمام. او سميه قيد فرعي، ملناش فيه، او قيد مؤقت. تمام؟ تم دفع المبالغ التالية. مين اللي دفع؟ اتفقنا انه اللي بيدفع صندوق المدفوعات. تمام؟ اذا هنقول من حساب، مين؟ من حساب مذكورين إلى مين؟ إلى الخزينة. إذا من حساب مذكورين اللي هو حسابات جارية دائنة 30,000، حسابات جارية مدينة 20,000، وحسابات جارية مدينة عكس الدائنة، وسنحكي عنها قدام، مشابه كثير إلى حساب الجاري الدائن. تمام؟ رواتب
50,000 إيجارات 40,000 مصاريف كهرباء 10,000 ودائع توفير. شباب وديعة التوفير هنا وديعة تودع في البنك لمدة معينة، وهذه تستخدم لصغار المدين مقابلة فيها فوائد احنا نتعلم عنها ودنا. ٢٥٠٠٠ شباب إلى حساب الخزينة الرئيسية. قلنا حتى لو كان صندوق مدفع الفوائد دفع التزيين هنا في قيود في دفاتر الضغط اليومية المركزي حيكون القيمة الإجمالية وباسم الخزينة الرئيسية. تمام، تعال نحسب 50 و100 150 175 ألف. تمام، هذا رقم 2. رقم 3 تم القبض. طب من القبض؟ الخزينة. إذا من حساب الخزينة الرئيسية إلى مصدر. شوف مين؟ حسابات جارية دائنة، حسابات جارية مدينة، سلف وقروض، كمبيالات محصلة، تأمينة. خمسين، ستين، مية، مية وخمسين، 220. تمام هيك؟ تمام. هيك أنا عملت القيود اللازمة. باقي علي الكشوفات، هو كشف الخزينة الرئيسية وكشف صندوق المدفوعات وكشف صندوق النقد. تعال نشوف. هاي خزينة كشف حركة خزينة رأسية هنا قبض صرف أو مقبوضات ومدفوعات. ها كشف حركة صندوق المدفوعات، كشف حركة صندوق النقود. تعال نشوف، بحكي لي انه انا الخزينة الرئيسية كان فيها رصيد. كم قيمة الرصيد؟ 2.5 مليون. تمام؟ تمام. صباح اليوم تم تزويد صندوق المدفوعات بمبلغ 200,000 لأجل صرفهم على المصروفات. إذا هنقول عندنا 200,000 مرسل إلى صندوق المدفوعات، مرسل إلى صندوق المدفوعات. تمام هيك؟ تمام. بالنسبة لهان صرف، بالنسبة لخزينة صرف، بالنسبة لصندوق المدفوعات قبض. هان دي حقها 200,000 مستلم من الخزينة الرئيسية، مستلم من الخزينة الرئيسية.
الحين نبدا ندخل الحركات، هنا كل هذا مدفوعات في حركة واحدة، بدل من الثالث اللي خليناه كان كل حركة لوحدها 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 مجزأ، هنا جاب لي اياها مرة واحدة. فأنت يا بتعمل مجزأ يا بتعمل مرة واحدة، ولكن عشان حرق على هوا السؤال فبنعملهم ايش؟ مرة واحدة. فأنت هنا الصح انهم كل قطعة هذه، ولكن عشان هم مع بعض اجوا فبكتبهم كتب مرة واحدة، فعندك الخيار. تمام؟ هذا مقبوضات وهذا طرف ايش؟ المدفوعات. تمام، تعال نشوف المبالغ اللي هي في كشف المدفوعات. هنحط في الجانب المدفوعات عندي 30,000 حسابات جارية دائنة، 20,000 حسابات جارية مدينة، 50,000 رواتب، 40,000 إيجارات، 10,000 كهرباء، 25,000 ودائع توفير. صندوق المقبوضات قبل في جانب المقبوضات، جانب ايش؟ المقبوضات 70,000 حسابات جارية دائنة، 25,000 حسابات جارية مدينة، 50,000 سلف وقروض، 40,000 تمويلات مقبوضة أو محصلة، و 35,000 تأمينات. تمام يا بيه؟ انتهى اليوم، انتهى اليوم. فالمفروض ايش؟ كل صندوق أو أمين صندوق يروح يعمل كشف، يرفق معاه المستندات اللازمة، بعدين يروح يرحل القيم المتبقية عنده إلى الخزينة الرئيسية. فلو عملنا هيك بنلاقي صندوق المقبوضات المجموعة قد ايش؟ فيش حاجة هنا، إذا مجموعها قد ايش؟ 250,000، 220,000، إذا هن عندنا 220,000، إذا حكون عندي الرصيد المبلغ قد ايش؟ الآن هروح ل 220,000، وين هيروح؟ مرحل إلى خزينة رئيسية، وحياخذ مبلغ هذا وحنروح على الخزينة الرئيسية مستلم من صندوق المقبوضات. تمام؟ تمام. الحين في كشف صندوق المدفوعات استلم 200,000، وكم صرف منهم؟ اجمعهم بالدين قديش؟ 175,000. كم المتبقي لدى صندوق المدفوعات؟ 25,000 حيرحل إلى خزينة الرئيسية. نجي الخزينة الرئيسية مستلم من صندوق المدفوعات. وين يدعم الترصيد هان؟ حطيت عندها 200,000، هنا 200,000. يعمل مجاميع 200,000 200,000 لهذا ولهذا. حين خلصنا من هيك متبقى علي ايش؟ اروح اشوف قديش الرصيد في نهاية اليوم في الخزينة الرئيسية. تعال نجمع ونشوف ايش في عندي. 2.5 مليون استلمنا 220,000، استلمنا 25، دفعنا الخزينة الرئيسية الخزينة الفرعية ل 200,000،
اذا المتبقي عندي حيكون 2,545,000. 2,545,000. تمام هيك؟ تمام. لو جيت جمعت الطرفين هام بيطلع عندي 0,0,0، 5,4، 7. تمام. هذا فيما يخص التمرين الأول، والتمرين الثاني مشابه جدا للتمرين الأول، بس في أول قيد افتتاحي هو قيد التأسيس البنك، حنقول فيه من حساب مذكورين البنك المركزي، البنك العربي، خزينة رأسية للحساب رأس المال. وعلى فضل الله حلو يا شباب، وإن شاء الله بنكمل مع بعضنا. أي استفسارات؟ المسألة واضحة، الأمسة سهلة. أنا لهذا الوقت بتكلم عن مبادئ محاسبة واحد ما فيها إلا مصطلحات وحسابات جديدة، مثل حسابات جارية دائمة وتكلمنا عنها طول الساعة، وهنعيد كمان مرة ومرتين وثلاثة. السلف بالنسبة للبنك، البنك طبعا استلم سلفة، آسف، بالنسبة للبنك بالنسبة للبنك هنا استلام قرض من بنك ثاني. حصل كم بيالة؟ حصل تأمين، واحد بده خطاب ضمان أو بده تعهد وده ندفع تأمين، دفع تأمين، تمام هيك؟ فحصلنا قيمة التأمين، كل المحصل من خلال الخزينة. طيب، عشان مبدئيا نطلع من المعضلة هذه، عندك ايش الطرف اللي أنت تستوعبه اللي هو الخزينة الرئيسية. إيش الخزينة الرئيسية، زادت ولا نكسر؟ زادت. إذا هنقول من حساب الخزينة الرئيسية، بعدها بعد هيك نكتب أي حساب لقيه قدامنا بنسجله إلى حساب حسابات جاية. هنا عكسها، هنا تلاحظ في عندي رواتب مصروف انتفع، تمام كده؟ الراتب هذا معروف إنه مصروف، طبعا هيكون من حساب رواتب. كيف انتفع؟ عن طريق خزينة. إذا الخزينة مالها؟ نكسر. إذا في حالة النقص إيش بيكون خلينا زينا إلى حساب الخزينة الرئيسية. طيب المبادئ تم، العملاء سحبوا من حساباتهم، هايو وسحبوا حسابات المهام كمان، مصروفات رواتب الموظفين سحبوا، أصحاب المحل أخذوا إيجاراتهم سحبوا، مصرف الكهرباء أخذ قيمة الكهرباء مصروفات برضو، و أصحاب الودائع للتوفير سحبوا ودعتهم، كلهم سحبوا خلال الخزينة، فالخزينة هنا كانت دائمة. طبعا في عندي دفتر اليومية المساعد، حنخليه لما في مرحلة في محاضرة ثانية حنشرحه بالتفصيل وعلى بركة الله. يعطيكم ألف عافية.